السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم مقلوبة باذنجان مع اللحم، أكلة سهلة شهية ولذيذة جدا. تقدروا ترفقوها بالأرز البرغل، راح تكون في منتهى الروعة. نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. عندي حوالي 500 غرام من لحم الخروف، انا خيرت الهبرة وقطعتها مكعبات متوسطة الحجم، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب افراد العائلة. هنا خديت لاكوكوت ودرت فيها 3 ملاعق كبيرة من الزيت. هنا راح نشعل النار تكون قوية جدا وراح نبدأ نقلي في قطاع اللحم. ضروري النار تكون قوية والزيت يكون ساخن جدا، هكذا باش نديرو صدمة لقطاع اللحم وبالتالي راح يتحمرونا بلا ما يخرج هذيك العصارة. هنا بعد حوالي 5 دقائق من تقلية اللحم راح نضيفو حبة بصل متوسطة الحجم، قطعتها مربعات صغيرة. راح نواصلو عملية التقلية وراح نزيدو حوالي 3 إلى 4 فصوص من الثوم. راح نزيدو نقلو شوية حوالي نصف دقيقة ونبداو في إضافة التوابل. عندي عود تاع قرفة كنت شللته مليح مليح، عندي حوالي ملعقة صغيرة من الملح. هنا بالنسبة للملح اللي تعرف بلي اللحم تاعها يعني شوية قاسي، ما تضيفوش في هذه المرحلة لأنه الملح لني راح يطول لنا في تسوية اللحمة. أنا على بالي بلي اللحم تاعي طري ولهذا درت الملح في هذا الوقت. كذلك ضفت حوالي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وراح نمرق بكوب قياس من الماء، هذا الكوب فيه 250 مليلتر. راح نخلطو خلطة خفيفة، وهنا يعني ضروري نحو كامل هذوك المواد البنية اللي لصقونا في طرف الطنجرة لأنهم راح يمدونا اللون وذوق للمرق تاعنا. أنا راح نسنها تغلي، بعدها راح نقفل لاكوكوت تاعي، وبعد ما نشوفها صفرت راح نخليها حوالي 20-25 دقيقة راح تكون جاهزة. راح نروحوا للمرحلة الثانية. عندي حوالي 1 كيلوغرام من الباذنجان وعندي كمية من الماء، ضفت فيها حوالي ملعقة كبيرة من الملح. هنا راح نقي الباذنجان، بطبيعة الحال هنا كنت شللته مليح مليح وراح نقطعه بهذا الحجم. لهنا الباذنجان لما نديروه في الماء والملح اولا يعني ما راحش تتبدلوا لاكولور، يعني ما راحش يولي اسود، وكذلك لما نديروه بهذه الطريقه ما راحش يمتص لنا كميه كبيره من الزيت لانه هذا الباذنجان راح نقليه في زيت عميق. انا راح نكمل كل الحبات بنفس الطريقه، وبعد ما نكملهم راح نتحصل على هذه النتيجه. هنا راح نخليهم داخل الماء والملح حوالي 10 إلى 15 دقيقة، يعني راح ندير لهم تبسيم الفوق ونخليهم، وبعدها راح نصفوهم مباشرة. هاي ليك راح نصفيهم مباشرة، راح نبدأ في عملية القلي. هنا راح نقليوهم في زيت عميق حتى يجيبوا لنا هذيك لاكولور دوغي ولا اللون الذهبي الجميل. مباشرة راح نحطهم فوق ورق ماس ونخليهم تصلي الكمية تاع الزيت الزائدة. في هذه الأثناء راح نفتح لاكوكوت تاعي، يعني عندها حوالي 25 دقيقة فوق النار. هنا فقط خلوها على نار هادئة لأننا مرقناها بحوالي كاس فقط من الماء، يعني كمية قليلة من الماء. هنا اللحم طاب بالكامل وبقات لي كمية قليلة من المرق، لكن راح نزيد نخليها دقيقة أو دقيقتين فوق النار وبدون غطاء. هنا ضروري يعني كمية المرق ما تكونش كبيرة، لازم نخلو فيها القليل فقط. هاي ليك الكمية تاع المرق اللي بقات لي. راح نروحو للخطوة التالية. هنا خديت زوج حبات طماطم كبار سكرفشتهم وضفت لهم كمية قليلة من الملح. خديت مقلاة وتقدروا تاخذوا اي طنجره تكون غير لاصقه، درت فيها كميه اللحم. هنا راح نحاول نرصها مليح مليح هكذا باش كي نقلب هذه المقلوبه تاع الباذنجان راح تكون متماسكه وتحافظ على الشكل تاعها، وكذلك راح ندير نفس الشيء مع الباذنجان. اللي ما يحبش يقلي باذنجان يقدر يديرهم في الفرن، يعني راح يدير ورق الزبده ويحط الباذنجان، يدير له الملح والفلفل الاسود ويخليهم يتحمروا مليح مليح. كذلك تقدروا تشوهم في المشوات مباشرة، راح تتحصلوا كذلك على نتيجة مليحة.
راح نواصلوا نرصوا البتنجان بنفس الطريقه. هنا كما تشوفوا راني نثبت عليه مليح مليح بسباتول، درت هاد الحار اختياري، وراح نحكم صلصه الطماطم ولا الطماطم اللي بشرتها في المبشره، وراح نديرها كامل من الفوق. هنا مباشره راح نديرها على نار هادئه جدا، راح ندير لها الغطاء ونخليها حوالي نصف ساعه. هنا بعد نصف ساعه زدت نحيت لها الغطاء وخليتها حوالي 10 دقائق حتى نتبخروا كل السوائل. راح نطفي عليها مباشره وراح تكون المقلوبه تاعنا جاهزه باش نقلبوها في صحن التقديم. هنا ضروري تكونوا حذرين في هذه المرحله، راح نقلبوها وراح نتحصلوا على هذه النتيجه. انا زينتها بالقليل من المعدنوس، تقدروا تضيفوا لها كذلك المكسرات لكم الاختيار. راح نديروها في صحن، صراحه جات اكله شهيه لذيذه جدا. اللحم هذاك طاب زبده، هذاك الباذنجان تشرب لي كامل نكهه اللحم ونكهه الطماطم، رافقتها بالصلصه الحمراء الحاره، انا وجدت منها كميه كبيره، حنخبيها لفصل الشتاء. هذه هي الصوره تاعها اللي راكم تشوفوها في الفيديو. وهاد الاكله تقدروا ترافقوها كذلك بالارز كما راكم تشوفوا في الصوره، كذلك تقدروا ترافقوها بالبرغل. وهذه هي الصوره تاعو، وراح نخلي لكم كل الروابط في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوهم. كذلك راني دايره في القناه مقلوبه بالدجاج والخضار، وراح نخلي لكم كذلك الرابط اذا حبيتوا تشوفوها. هذه نهايه الوصفه، اذا عجبتكم ما تنسوني من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء. وفي الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.